27/10/2011 مدرسة بلال مكية مغلقة بسبب المسيرة العفوية، وأمن الدولة والأمن العسكري لا يتواجد إلا عنصرين في الوقت الذي يتواجد فيه إحداث البريد مغلق بسبب المظاهرة المسيرة العفوية في اللاذقية. وهذه مؤسسة المياه ومديرية ماء منطقة جبلة، مديرية ماء منطقة جبلة ووحدة مياه جبلة مغلقة بسبب المسيرة. مدرسة جميلة بوحريت مغلقة بسبب المسيرة العفوية. مؤسسة جبلة صالة جبلة مغلقة بسبب المسيرة. مؤسسة استهلاكية المؤسسة العسكرية مدرسة جهاد خير بيك، مدرسة جهاد خير بيك والحصار الأمني والمدرسة مغلقة بسبب المسيرة. مدرسة جهاد خير بيك والحصار الأمني. مدرسة الشهداء مغلقة بسبب المسيرة العفوية. مدرسة باسل الجحش سابقا. مدرسة الشهيد عز الدين القسام مغلقة، وهيك ابني انحرم يروح على دوامه بالمدرسة، وعائلتي انحرمت من السكر والرز لانه كنت بدي اجيب وهن مسكرين، ومؤسسات الدولة اللي هي بالاصل لالنا سكرت كرمال الجحش بشار. والسلام عليكم.